بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم من جديد. معكم محمد فراج. ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده برنامج اوداسيتي. وبرنامج اوداسيتي هو برنامج خاص بتحرير وتسجيل الصوت. ان شاء الله في الفيديو ده هحاول الم لك كل حاجه خاصه بالبرنامج، يعني بعد ما تشوف الفيديو ده هتكون قادر على انشاء اول بودكاست خاص بك على برنامج اوداسيتي، البرنامج السهل المجاني، وتقدر تعدل على اي صوت بسهوله وبساطه. انا هقسم لك الفيديو لمجموعه عناوين او هقسمه لاجزاء، تقدر تنزل في صندوق الوصف وتحدد الجزء اللي انت حابب تسمعه. مش بالضروره تسمع الفيديو كله، بحيث تختار الجزئيه اللي انت حابب انك تسمعها. طيب، في البدايه، ايه هو برنامج اوداسيتي؟ هو برنامج لتحرير وتسجيل الصوت، وهو برنامج مجاني. ومن مميزات البرنامج انه برنامج خفيف جدا على الجهاز، وانت بتحمله حجمه صغير جدا، وكمان واجهه البرنامج بسيطه جدا جدا جدا، وبيشتغل على كل أنظمة تشغيل الكمبيوتر، يعني على الماك وعلى الويندوز وعلى اللينكس. أول حاجة هنعملها نروح لموقع البرنامج ونحمل البرنامج ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نحمل البرنامج. زي ما قلت لك هنا بأنظمة تشغيل مختلفة، اللينكس وأنظمة الماك وأنظمة الويندوز، فاحنا شغالين على الويندوز، فهنروح على الداونلود وانتظر هنا ثواني لغاية ما يظهر لي البرنامج وأبدأ أحمله. كده ظهر البرنامج، 33.5 ميجا بايت. بعدين اقول له ستارت داونلود وانتظر لغاية ما يكمل الداونلود معايا. كده خلص الداونلود، هروح على برنامج وبعدين انا هقول له اوبن مباشرة، وهيبدأ البرنامج يتسطب. هقول له يس. هنا في لغات كتير قوي، من ضمنها اللغة العربية، ولكن انا هسيبه على اللغة الانجليزية. اوكي، نيكست 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 انستول. بعدين اقول له نيكست، وبعدين اقول له فينيش. بعد ما سطبنا البرنامج نضغط على ايقونة التشغيل دي وانتظر يفتح البرنامج. هيظهر بالشكل ده. اول حاجة نعملها ان احنا نستورد ملف صوتي، وده بيكون عن طريق قائمة فايل، بعدين اوبن، اختار اما عن طريق اوبن او عن طريق امبورت. انا بروح على اوبن، وعندي ملف زي ده انا مجهزه، وملف الصوت بيظهر على شكل موجة زي دي، ودي بنسميها الويف. ولكن عندي هنا حاجة تخلي بالك من اول حاجة، لما بتلاقي الموجة هنا شكلها منخفض مش مرتفع زي دي، معناها ان الصوت في الحتة دي بيكون واطي، والاجزاء العالية معناها ان الصوت مرتفع فيها. وده عيب ان شاء الله، احنا خلال الفيديو ان شاء الله هنبدأ نصلح الحاجات اللي زي دي، بحيث ان يكون مستوى الصوت بتاعي واحد. برضو في بعض المفاتيح من الكيبورد هتستخدمها باستمرار، فزي مفتاح المسطرة. مفتاح المسطرة انت بتستخدمه للايقاف والتشغيل. اول ما بحدد جزء زي ده مثلا الفيلم الوثائقي، اقدر ان انا من المسطرة اقف وابدأ ان انا برضو اشغل تاب الضغط مرة تانية. برضو من الادوات المهمة اللي نخلي بالنا منها نستخدمها باستمرار، وهي اداة السليكشن تول او اداة التحديد، ودي من خلالها بقدر احدد اي جزء من الصوت بتاعي، وابدأ ان انا بعد ما احدده اقدر في الحالة دي ان انا احذفه، اقدر اضيف له تأثير، اقدر اعلي الصوت فيه شوية، اقدر اوطي فيه الصوت شوية، وبستخدمها دايما باستمرار، او الاختصار بتاعها F1 من الكيبورد. طيب، برضو التحديد ده اقدر ان انا اوسعه شوية. مجرد ما اروح على الاطراف هلاقي شكل الماوس يتحرك بشكل الماوس بيتغير لشكل الايد دي، وابدأ ان انا اوسع كده، اوسع التحديد، او في الاتجاه التاني نفس الحكاية. جزء زي ده مثلا انا بحدده مش محتاجه، ممكن احذفه، وجزء زي ده مثلا انا بحدده مش محتاجه بحذفه. يبقى دي اداة السليكشن تول. برضو عندي اداة الزوم، لو عندي جزء زي ده مثلا محتاج ان انا اكبره شوية عشان اشوف في التفاصيل اللي فيه، فاقدر اعمل زوم اوت او زوم ان لاي جزء من الملف الصوت بتاعي. اما عن اداة الزوم دي احدد كده وهتكبر معايا، وبالضغط على شيفت ابدأ ان انا اصغر تاني، او من خلال الادوات. ادوات الزوم دي كلها بتقوم بنفس الطريقة، ولكن عندي دي مثلا لو انا حددت الجزء ده اقدر ان انا اقول له املا لي الجزء ده في الشاشة، او ارجع لي تاني هات لي كل ملف الصوت بتاعي. واول ما تفتح البرنامج اوتوماتيك كده بيفتح لك مشروع جديد كده، ولكن بيكون فاضي. طيب، ايه مشروع جديد؟ ايه معنى كلمة مشروع جديد؟ مشروع جديد ده هو المكان اللي انت هتضيف فيه كل ملفات الصوت بتاعك، وبعد كده تبدأ ان انت تصدرها للمنتج النهائي او الصوت النهائي. يعني تضيف صوت وتضيف مزيكا مثلا، وبعدين تضيف مؤثرات صوتية، وبعدين تعمل اكسبورت او تصدير للصوت بتاعك ويخرج منتج نهائي. القصة دي كلها بتتعمل في حاجة اسمها مشروع، والمشروع ده انا بنشئه من هنا من فايل وبقول له نيو، بيفتح لي الصفحة اللي هي الفاضية او الفارغة اللي موجودة قدامنا دي.
بقول له مثلا هات لي التراك ده مثلا، بيجيب لي التراك ده مثلا، هبدأ ما وليكن احذف الجزء ده، بعدين احذف الجزء ده، فده شغل انا عدلته على الملف الصوتي الموجود عندي، فاصبح ده بالنسبة لي اسمه مشروع. هروح هنا على فايل وبعدين هقول له سيف بروجكت، انا هحفظ كده المشروع بتاعي. بيقول لي ان انت هتسيف المشروع بتاعك اهوت، ولكن المشروع ده مش هيفتح غير ببرنامج الاودستي. اقول له مفيش اي مشكلة خالص، واقول له هنا مشروع جديد. يبقى انا عرفت ان انا ازاي ان انا بفتح مشروع جديد وابدأ ان انا اسيفه. وممكن يكون عندي اكتر من تراك، يعني مش بالضرورة تراك واحد، لا ممكن كمان اصغر كده، اقفل ده وافتح الشغل بتاعي، وبعدين اقول له هات لي التراك ده كمان هنا. كل ده هيتحفظ من ضمن المشروع بتاعي، اقول له سيف. ولو قفلت البرنامج وجيت افتح بعد كده ورحت افتح تاني، هيفتح لي المشروع بتاعي اللي انا حفظته من شوية، اللي هو التراك الاول والتراك التاني. طيب نقفل ده كده ونقفل ده كده، عايزين نعرف ازاي نسجل في برنامج اوداستي. هنا الريكورد اول ما بضغط عليها بيبدأ ان هو يفتح لي تراك جديد ويبدأ يسجل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد فراج، وده الفيديو الأول من كورس تعلم برنامج فوتوشوب للمحترفين. كده أنا سجلت حاجة زي دي مثلا، أقدر إن أنا أحفظها وأعدل عليها. أحفظها إزاي؟ هروح على فايل، بعدين إكسبورت، بعدين إكسبورت أز MP3. هقول له أوكي. لو رحت عندي هنا هلاقي مكتوب كورس فوتوشوب. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد فراج، وده الفيديو الأول من كورس تعلم برنامج فوتوشوب للمحترفين. تمام كده الدنيا واضحة خالص. برضو في حاجات مهمة جدا عايزين نعرفها، وهي طريقة القص والنسخ واللزق والحاجات، الأمور اللي زي دي، كوبي والبيست. ازاي ان احنا ناخد مثلا مقطع زي ده، مثلا جزئية زي دي من صوت، ناخدها كنترول سي وابدا ان انا اضيفها مثلا في الجزء ده كنترول في، عن طريق كنترول سي وكنترول في، او من خلال اديت وقط وكوبي وبيست. طيب انا كده نسخت في نفس التراك. لو رجعت تاني كنترول زد، لو حابب ان انا انسخ في تراك تاني، اروح هنا في المكان الفاضي وافتح تراك جديد واخد جزء زي ده مثلا واقول له كنترول سي، وبعدين اروح في التراك ده واقول له كنترول في، خد لي الجزء اللي انا حددته وخده لي هنا في تراك لوحده، اقدر ان انا احركه وافصله بسهولة. طيب في حاجة تانية، لو انا حابب ان انا احذف الجزء ده، حدد عليه واختار ديليت من الكيبورد. طيب في حاجة دلوقتي لما انا حذفت الجزء ده كده راح على الشمال كده شوية، في ازاحة كده على الشمال، لاحظ كده، شوف هنا الويفة أخيرة لغاية بعد 90 بشوية، هحذف، عدت 90 وصلت 80. طيب ده ممكن يكون مناسب في أوقات معينة، ولكن في بعض الأوقات بيكون مش مناسب، يعني لو في مزامنة ما بين ملفين مختلفين. يعني لو أنا عندي هنا مثلا مزيكا وضايف المزيكا في الجزء اللي فيه فراغ هنا، وأول ما أحذف الجزء ده هيجي لي صوت على المزيكا أنا مش محتاجه. طيب انا عايز احافظ على المدة الزمنية، عايز احذف الجملة دي ولكن تفضل المساحة دي بتكون فارغة فاضية كده، بحيث ان باقي الكلام ما يتحركش للشمال. فانا هعمل ايه؟ احدد كده على الجزء ده، هحذف الاول التراك ده عشان الدنيا توضح، احدد الجزء ده مثلا، وبعدين هروح على ايديت، بعدين هروح على ريموف سبيشال، بعدين سبليت كات. كده هو عمل لي ايه؟ كده هو حذف لي الجزء ده مع الحفاظ على المدة الزمنية ما بينهم. طيب انا لو حابب بقى ان انا الحم الاتنين دول في بعض، احدد كده عليهم الاتنين، او احدد من هنا وبعدين برضو اروح على ايديت، بعدين كليب، بعدين جوين. كده عمل لي لحملي التراك كله في بعضه، وبرضو انا حذفت الجملة اللي كانت موجودة هنا. يبقى في الحالة دي أنا بحذف جملة معينة مع الحفاظ على المدة الزمنية الموجودة في التراك. طيب أنت محتاج إن أنت فعلا تقسم التراك ده أجزاء، محتاج إن أنت تقسمه أجزاء، فأنت هتروح على
المكان اللي انت حابب ان انت تقسم فيه، وتروح على ايديت، وبعدين تروح على كليب، وبعدين سبليت، او كنترول اي، اقف كده في المكان ده كنترول اي، هنا كنترول اي، كده انا قسمته لاجزاء اقدر ان انا احركها بمزاج. طيب دي بتستخدم في حالة ايه؟ لو انت عندك هنا تراك في مزيكا مثلا هنا، ومحتاج فاصل تعلي فيه المزيكا شوية في الجزء ده تحت، الصوت في خلفية موسيقية خفيفة جدا، ولكن محتاج بعد كل كام جملة كده تعلي صوت المزيكا شوية، فتبعد التراك الصوت وتبدأ ان انت تعلي المزيكا بتاعتك شوية. طيب انت حابب حاجة تانية تعملها، حابب ان انت تقص جزء من التراك ده ولكن تضيفه في تراك جديد، بحيث تضيف عليه تأثير معين او تعمل فيه اي حاجة. كل اللي هتعمله انك تحدد الجزء ده، وبعدين هتروح على ايديت، بعدين كليب، بعدين تقول له سبليت نيو. كده عمل ايه؟ خد لي التراك ده، خد لي الجزء ده وحطه لي في تراك جديد. احيانا لما بتسجل في مكان مفتوح او بتسجل وجنبك صوت مروحة او مكيف، فبالتالي بتعمل لك مشكلة كبيرة قوي في ملف الصوت اللي انت سجلته. يعني انا عندي مثلا صوت زي ده مثلا، شوف حضراتكم اكيد سامعين صوت. جوهر السكولي هو مؤسس مدينة جوهر السكولي. صوت مزعج جدا في الخلفية، فانا ازاي ان انا اقدر اقلل ده او احذفه نهائي؟ انا بحدد عليه كده ضروري في الاول وانت بتسجل، ضروري تسيب 4 ثواني سواء في الاول او في الاخر، المهم 4 ثواني يكون مفيش فيهم صوت، وابدا احدد عليهم كده، واروح على افكت اسمه نويز ريدكشن، وبعدين اول ما بيفتح معايا بضغط هنا جيت نويز بروفايل. كده هو بيعمل ايه؟ كده هو بياخد نسخة من النويز او الضوضاء الموجودة في ملف الصوت، بعدين احدد كنترول ايه، احدد اعمل سيلكت على الفايل كامل او الصوت كامل، وبعدين اروح تاني على نفس الفلتر، ولكن المرة دي انا هبدأ العب في القيم دي شوية، انا شايف ان هي كده مناسبة ليا. انت تقدر تزود الرقم ده لو حسيت ان انت كتبت 12 وبدأت ولسه في الخلفية لسه في ضوضاء، فانت تقدر تزود ل 12 و13 و14، تزوده زي ما انت عايز. وتقدر كمان ان انت تشوف من هنا، تبدأ تحدد هنا ده الصوت النويز الخارج، وتضغط بريفيو وتبدأ تسمع الصوت. إذا ما سمعتش في الصوت ده الصوت الطبيعي اللي هو صوت المعلق أو صوت البشري، يبقى كده كويس. سمعت صوت بشري فيه، يبقى تبدأ تقلل القيمة دي لغاية مثلا 12 أو أقل من 12. أنا شايفه كده هيكون مناسب ليا، وبعدين هضغط أوكي، ولازم أكون معلم هنا على دي لأن ده الصوت الأساسي، وبعدين أقول له أوكي. كده بدأ عدلني. جوهر السكولي هو شايف مؤسس ان الضوضاء دي خفت كتير. جوهر السكولي هو مؤسس مدينة القاهرة الفاطمية برضو هنا في الاكل الحجاز. تمام، يبقى هو فلتر واحد، وببساطة جدا بتقدر تقلل الضوضاء او التشويش الموجود في الخلفية. طيب لو انا حبيت اضيف فترة صمت كده او مدة زمنية محددة، يعني مثلا حبيت اضيف قبل الكلام كده في الاول وليكن مثلا 5 ثواني فراغ مفيش فيهم اي صوت ولا فيهم اي حاجة، انا ببدأ كده اقف على اول التراك او في المكان اللي انا محتاج ازود فيه، وبعدين بروح على جينيريت، وبعدين اختار سايلنس، وبعدين هنا بيجي لي بيقول لي انت عايز بالثانية ولا بيه، انا بقول له انا محتاج اغير بالثانية، وبقول له هنا حدد لي وليكن ضيف لي هنا 7 ثواني، وبعدين اوكي. كده جاب لي 7 ثواني في اول التراك. برضو ممكن اعمل ده هنا، اقف هنا في نفس الوقت، اروح واحدد ده مثلا اخليه 3 ثواني، وبعدين اقول له اوكي. يبقى في هنا كده فراغ بقدر اضيفه ما بين الجمل، بحيث لو انا حابب ان انا اضيف مزيك او اضيف اي حاجة في تراك منفصل. احيانا بعد ما بتسجل الصوت بتظهر لنا مشكلة، وهي ان مستوى الصوت مش واحد. يعني عندي صوت زي ده مثلا انا سجلته، اكتشفت بعد كده ان الصوت فيه اجزاء معينة من ملف الصوت مرتفعة واجزاء منخفضة، وده بيظهر على شكل الويفة او الموجة دي.
الموجة كده منخفضة معناها ان الصوت هنا واطي، وهنا مرتفع معناها ان الصوت هنا عالي. طيب نعمل ايه في الحاجة اللي زي دي، في المشكلة دي؟ اول حاجة نسمع عشان نشوف. الفيلم الوثائقي والسينمائي الروائي هما نوعان مختلفان من الأفلام. يكمن الإخمون 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 المشكلة دي ممكن نحلها بطريقتين. الطريقة الأولى هي إننا نحدد الجزء اللي الصوت فيه منخفض، وبعدين نروح على إفكت، وبعدين نختار فلتر التضخيم أو تضخيم الصوت اسمه أمبليفاي، وبعدين أحط هنا قيمة أنا بختارها، وبعدين بقول له أوكي فبيعلي لي الجزء ده. طيب الطريقة دي كويسة، ولكن لو الصوت عندي جزء المنخفض فيه جزء واحد بس أو حاجة بسيطة. طيب لو أنا عندي ملف صوت ساعة مثلا، مقابلة مثلا أنت مسجلها لمدة ساعة، فمش معقولة هتمشي كل شوية تشوف الجزء اللي هو الصوت فيه منخفض وتديله نفس الإفكت. لا، في طريقة تانية بتنفذ الأمر على الملف الصوتي كله. أول حاجة بعملها إن أنا بعمل سيلكت على الصوت، بعدين بروح على إفكت، بعدين بختار فلتر اسمه كومبريسور. وده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيقلل لي القمم العاليه دي وبيرفع لي الاجزاء المنخفضه دي. يعني الجزء المنخفض بيعلي الموجه فيه شويه، والموجه المرتفعه بيقلل لي الموجه شويه، فبالتالي بتلاقيها متوازنه كلها مع بعض. طيب هنا عندي الفلتر اول ما بفتحه بيظهر لي بالطريقه دي وبالشكل ده. هنا عندي الحاجه اللي بخلي بالي منها هي ثريشولد، ودي معناها ايه؟ معناها ان هو بيحط لك عتبه، انت بتحدد له كده عتبه انه ما يطلعش عنها. يعني ايه؟ خلينا نشغل كده الصوت ونشوف. الفيلم الوثائقي والسينمائي الروائي هما نوعان المؤشر مختلفان من هنا جاب لك الأفلام. ايه؟ جاب لك سالب 6، يعني هو اعلى حاجه هنا سالب 6. طيب والمنطقه اللي هي المنخفضه؟ الفيلم الوثائقي والسينمائي الروائي هما نوعان مختلفان من الأفلام. يكمن الاختلاف بين الفيلم شايف؟ الوثائقي والأفلام سالب الروائية في غرضها سالب وموضوعها. 22، يهدف سالب 22 او 24 في الحدود دي. يبقى معناها ان انا عشان انزل الموجه العاليه ديت انزل لسالب 22 اللي هي في نفس مستوى الموجه دي. يبقى كده بروح على بحدد الاول، بعمل سيلكت، بعدين بروح على افكت كومبريسور، بعدين بقول له سالب 24، وبعدين هنا بوصل حاجة تانية اسمها الريشيو. ودي معناها ايه؟ الاولى معناها العتبة، ان انت ما تزيدش عن المقدار اللي انا احطه لك هنا، ولكن الريشيو دي اللي هي نسبة الضغط، انت عايز تضغط بنسبة ايه؟ فبناء عليه احدد القيمة اللي هنا بناء على مستوى الصوت عندك. انت لو عندك حاجة عالية او حاجة منخفضة او، فانت لازم تزود الضغط، فكل ما بتزوده كل ما بيظبط لك الصوت اكتر، وده بيختلف من صوت للصوت. يبقى كده خلاص دي اهم حاجة انا بعملها، بسيب القيم دي كلها زي ما هي، انا ما بلعبش في اي قيم من دي، وبعدين بقول له اوكي. هتلاحظ ان هو عامل ايه؟ هتلاحظ ان هو وحد لك الموجة، قربها لبعضها شوية. ولكن ظهر عندي مشكلة تانية، وهي ان الصوت بقى واطي، ولكن دي حلها سهل. انا برضو هعمل تحديد على كل الصوت، وبعدين هروح على افكت، وبعدين اختار فلتر هيضخم لي الصوت اسمه امبليفاي، وبعدين اضيف هنا انا بحب اضيف القيمه سالب 3، وبعدين بقول له اوكي. كده رفع لي الصوت، والصوت بقى افضل من الاول كتير. نسمع. مختلفان من الأفلام. يكمن الاختلاف بين الفيلم الوثائقي. اظن كده واضح الفرق. احيانا بتلاقي الصوت بيبدا بدايه قويه جدا، يعني بيبدا الصوت عالي جدا، يعني زي ده مثلا لو تلاحظوا ظهر مرة واحدة، وبرضه عندي في النهاية نفس الحكاية، اختفي مرة واحدة، تحس ان الصوت اتقطع، يعني نهاية الصوت مش كويسة. فده بيكون له حل كويس، يعني بنعمل حاجة اسمها فيد اوت وحاجة اسمها فيد ان. ودي معناه ايه؟ معناه ان هو بي 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 لو انا مثلا بعمل فيد اوت، فانا بحدد على جزء كده وبيبدأ الجزء اللي في النهاية ده او الجزء اللي في الاخر ده يتلاشى واحدة واحدة، وده بيكون من خلال فلتر اسمه فيد اوت. بروح على افكت بعدين فيد اوت، عمل لي ايه؟ بيبدأ ان هو الجزء ده يتلاشى واحدة واحدة كده كل ما بيوصل للنهاية. نسمع كده. افضل من الاول كتير. برضو عندي في البداية، بداية التراك بدل ما بيشتغل مرة واحدة، لا انا بعمل له حاجة اسمها فيد ان، نفس اللي عملته في الاخر بعمله هنا في الاول، ولكن ضروري احدد الجزء اللي انا عايز اضيف عليه الفلتر، وبعدين اروح على افكت،
وبعدين اقول له فيت ان، برضو بيبدأ الصوت ضعيف وبعد كده بيعلى واحدة واحدة. تمام. طيب بعد شوية الفنيات اللي عرفناها، تعالوا بقى دلوقتي ازاي ان احنا نعمل بودكاست او نعمل تقرير، مثلا صوت معلق او صوت حد بيقول تقرير وفي خلفية موسيقية في ورا الصوت. طيب اول حاجة عايزين نعرفها ان احنا لازم نقلل مستوى صوت الخلفية الموسيقية اللي بيكون ورا الصوت. في اماكن معينة هنبدأ نعلى بالمزيكا، يعني في الاماكن اللي فيها فراغ مفيش فيها صوت هنبدأ نعلى بالمزيكا، وفي الاماكن اللي هي فيها صوت، صوت المعلق، هنبدأ ان احنا نخفض صوت المزيكا بحيث يكون ظاهر حاجة بسيطة بس. طيب نعمل ده ازاي؟ اول حاجة انا عندي تراك الصوت اللي زي ده، لو رحنا لبداية الصوت وجيت اسمعه هلاقي المزيكا بتدخل مرة واحدة، فاحنا هنروح نحدد جزء كده، نروح على التراك الاول نعمل عليه سيلكت من هنا، بعدين نروح على أداة السيلكشن، وبعدين نختار الجزء ده ونقول روح على افكت ونقول له فيد ان كده، عمل لي ايه؟ هيدخل لي بالمزيكا كده من بصورة تصاعدية. دي اول حاجة. برضو في الختام، ختام المزيكا برضو نحدد كده، وبعدين نروح على افكت وبعدين نقول له فيد اوت. عندي بقى الاجزاء اللي هي اللي ما فيهاش صوت، اللي فيها فراغ، دي هنسيب المزيكا فيها بصوت عالي. نسمع كده. الفيلم الوثائقي والسينمائي. طيب سمعت الجزء ده؟ الجزء ده المزيكا صوتها عالي جدا فبتطغى على الصوت، لا احنا عايزين مزيكا يكون صوتها واطيا. طيب ايه اللي هنعمله فيه هنا؟ اداة جميلة جدا في اول الفيديو كنت انا قلت لك هنعرف دي الاخر، وهي اسمها انفلوب تول. ودي معناها ايه؟ معناها ان انا بقدر اضيف نودز او نقاط هنا من خلالها اقدر اقلل او اصغر حجم الويفة شوية بحيث ان انا اقلل مستوى الصوت في الجزء ده. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجة هعمل سيلكت على التراك المزيكا، بعدين اختار اداة انفلوب، واروح هنا في الجزء عند بداية الكلام، وبعدين هيظهر لي الماوس بالشكل ده، اضغط كده كليك، بعدين بعدها كمان شوية كليك، وبعدين اروح في نهاية المزيكا واضغط كليك، بيعمل لي نقاط على الويف، بعدين هنا برضو كده 4. طيب ابدأ اسحب كده لجوه، هيقلل الصوت واسحب كده لجوه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيمشي هنا عالي 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 ويجي في الجزء ده ويبدأ يوطى شوية. برضو اقدر اتحكم في النقاط دي، ارجعها كده ورا شوية، واقدر اسحب دي برضو كده شوية، تمام، بحيث ان هي تكون ملائمة تمشي مع بداية الصوت، وهنا نفس الحكاية. طيب نسمع كده من الاول. الفيلم الوثائقي والسينمائي الروائي. اول ما دخل في الجزء ده المزيكا بدأت صوتها يوطى شوية، كذلك اللي احنا عملناه هنا هنعمله برضو في الفراغ ده وفي الفراغ ده. دي الطريقة اليدوية، ولكن في طريقة اوتوماتيك وسهلة جدا وبسيطة، تعالوا نتعرف عليها. الطريقة الاوتوماتيك اسهل وادق واوفر في الوقت. عندي تراكين زي دول، ده تراك الصوت وده تراك المزيكا. الطريقة الاوتوماتيك بتحتاج تراك المزيكا يكون فوق. طيب يا اما نطلع ده فوق يا اما ننزل ده تحت، واحد مش هتفرق. هنروح هنا على التراك، على السهم ده، ونقول له موف تراك تو بوتن، هينزل لي التراك ده تحت ويطلع لي ده فوق. طيب اول حاجه اعملها ابدا ان انا اعمل سيلكت كده على التراك، بان انا بقف هنا بعمل سيلكت عليه، وبعدين بروح على افكت وبقول له اوتو دوك. طيب باختصار القايمه دي معناها ايه؟ القيم دي كلها هي بتعبر عن الخط اللي هو الموجود ده. طيب ده بيدل على ايه؟ هنا دي اعلى حاجه في الصوت، اعلى مستوى في الصوت الخط اللي فوق، وده الصوت المنخفض، الجزء المنخفض. طيب هنا انا اقدر اكتب قيمة هنا او اقدر اسحب كده لتحت، انا بخليه مثلا على كده. طيب والانحناء ده، الانحناء اللي هو درجة الهبوط او درجة الصعود من الصوت المنخفض للصوت العالي، تقدر توسع دي كده شوية او تضيقها كده شوية، انا بحبها مثلا زي ما كانت كده على اللي هي الخمسة، 0 5 كده، وبعدين اقول له اوكي. شوف هو هيعمل ايه، هو اوتوماتيك بقى الاماكن اللي فيها صوت اصلا هو المزيكا انخفضت فيها، والاماكن اللي فيها فراغ المزيكا فيها بصوت عالي. طيب خلينا نسمع كده ونحكم. الفيلم الوثائقي والسينمائي الروائي هما نوعان مختلفان من الافلام.
يكمن الاختلاف بين الفيلم الوثائقي. تمام، وما ننساش في الأول إن إحنا نضيف، نحدد كده زي ما اتعلمنا في الأول، ونضيف اللي هو الفيت إن، وفي الآخر مش محتاجين لأن هو الصوت أصلا هنا منخفض. كده وصلنا لآخر حاجة في الفيديو، وهي إزاي نصدر أو نعمل إكسبورت للمشروع بتاعنا. ده المشروع بتاعنا، ده المزيكا، ده تراك المزيكا، وده الصوت. عايزين نصدر ده بقى كصوت نسمعه على الموبايل وعلى أجهزة الكمبيوتر، ونبدأ نبعته لأي حد بسهولة. كده بقدر إن أنا أصدر من هنا، أروح على فايل، بعدين أختار إكسبورت. إكسبورت بيجيب لي أكتر من صيغة، أشهر صيغة وأخف صيغة هي الـ MP3، تفتح لي كده، وبعدين أسميه مثلا بودكاست، بعدين أقول له سيف. طبعا أنا مختار MP3، بعدين سيف. أوكي، كده حفظ لي المشروع بتاعي. أروح كده على سطح المكتب موجود عندي. بكده وصلنا للنهاية، وبكده أنا قدرت إن أنا أغطي حاجات كتير قوي إحنا بنحتاجها، سواء بنعدل صوت فيديو عشان بنرفعه على يوتيوب، أو بنسجل بودكاست. البرنامج مجاني وسهل، وشايفين كل حاجة بسيطة وسهلة. أحيانا إحنا بنحمل برامج كتير قوي على جهاز الكمبيوتر وإحنا مش في احتياج لكل الإمكانيات أو الأوبشن الموجودة في البرامج، وبتبقى برامج كلها يعني مش مجانية. فده برنامج مجاني والأمر فيه بسيط وبيلبي احتياجاتي. في الختام، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.